كيكة لوتس وشوكولاتة، وفي كوب بعد نجربها ونعطيكم رأينا. شوفوا القوام ما شاء الله تبارك الرحمن، تشوفون كيف تشوفون القوام، لازم أراويكم القوام. شوفوا القوام ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله، ما توقعت طعمها كذي، ما شاء الله تبارك الرحمن. زين، اوكي كله طاح، وسهله وبسيطه، ما تاخذ 5 دقائق. شوف الطريقه بالعافيه. بيضه، ملعقتين زيت، 4 ملاعق حليب، ملعقتين سكر، ملعقه لوتس، نخلط ما يصير قوامها كذا. سلام. 5 ملاعق طحين رقم 1، نص ملعقه بيكنج باودر، نمكسهم مع بعض. يا سلام على القوام، يا سلام. عندي هاي كرات شوكولاته بضيفها وياهن. آيت الميكروويف، طبعا بتاخذ دقيقه ونص بالكثير. واو ما شاء الله تبارك الرحمن. وجهزت عندنا الكيكه، علينا وعليكم بالعافيه. لا تنسونا من اللايك والاشتراك والاشياء الحلوه اللي تسووها.